السلام عليكم. من خلال الذكاء الاصطناعي تقدر ان انت تصمم الغرفة بتاعتك، وتقدر ان انت تعمل رندر للعناصر الموجودة فيها زي ما هشوف مع بعض. كل ده طبعا اونلاين، تمام. هسيب لك الرابط، انت بتحط الايميل بتاعك، هو يبعت لك دعوة على اساس ان انت تجربه. اهو كل اللي انت عليك تسحب وتبدأ تعمل الرندر الديزاين بتاعك، تقدر تشاره مع الاصدقاء او مع فريق العمل او مع العميل. طيب، في من ضمن الحاجات اللي انت تقدر تجربها دلوقتي حالا الموقع دوت، ده الاتنين تبع بعض. هنا معتمد بقى على الذكاء الاصطناعي ان اي عنصر انت شايفه هنا، تمام، دي العناصر اللي موجودة في الغرفة. مثلا بلانت، ايه ده يجيبها لك بالشكل دوت. عندك مثلا ديسك، اخترت مثلا الديسك دوت، تمام. يقول لك بقى اختار الماتيريال اللي انت عايزها، المفروض انها خشب يعني، بس احنا عايزين نخالف شوية، خليها مثلا فابريك. وبعد كده الكلر اللي انت عايزها، تمام، خليها جرين، ماشي، احساس ان هو يعمل حاجه خاصه، ما يجيبش حاجه جاهزه ويستسهلش يعني. فيعمل ابدا يعمل لك الرندر ليها، دي الحاجه ال 2 دي، وده اهو الصوره اهيت، وبيشوف بقى الباك جراوند، يحذفها وحاجات زي كده. مش عاجبك الصوره تقدر تقول له جنريت اكيد. طيب، ممكن لو دخلت بقى على صفحتهم على انستجرام هتلاقي فيه صور كتير للشغل هم عاملينه، فأنا شايف إنه يستحق التجربة إن شاء الله.